السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاتها. اهتزت مدينة مغنية الولاية المنتدبة على وقع حادث شنعاء راح ضحيتها كهل وزوجتها بمنطقة شطب حي المدرجات على يد ابن أختها. وكان الرجل وزوجتها قد غاب عن الأنظار لمدة 24 يوما حتى تم اكتشافهما أمس بمنزلهما بعد أن تعرض لإنهاء حياتهما بطريقة مروعة ودفنهما داخل فناء المنزل، حيث قام المتورط ببناء جدار عليهما قصد طمس معالم فعلته النكراء، مع العلم أنه مسبوق قضائيا وقد سبق له أن قضى عقوبة 15 سنة في السجن بسبب نفس الفعل. وحسب مصادر محلية من عين المكان، فإن هذا الأخير كان في خلاف مع خالها حول ميراث السكن الذي كان يقطنها المغدور رفقة زوجته. وقد تنقل عناصر الشرطة إلى عين المكان للوقوف على حيثيات هذه الحادثة الشنعاء والشروع في تحقيق معمق بعد القبض على الجاني رحمهم الله وأسكنهم فسيح جناتها.